عايزه اقول لكم بقى خبر لطيف جدا معانا كمان النهارده، ان وزاره التضامن الاجتماعي وقعت بروتوكول تعاون مع مين؟ مع مدرسه ابتكار خانه، وده زي ما انتم عارفين كده اول مدرسه محليه للابداع الاجتماعي في مصر وفي الوطن العربي كله. وكمان البروتوكول تم توقيعه بالشراكه مع مؤسسه دروس. البروتوكول ده اول المشروع اللي تم الشراكه عليه بهدف او هو بيهدف لدعم جهود الدوله المصريه في محافظات الفيوم وبني سويف بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، وده طبعا عن طريق تمكينهم من إطلاق مشاريعهم الاجتماعية الناجحة جدا واللي بتقدم حلول للمشاكل اللي بتحتاج مواجهة فورية. يعني في كده حاجات بتبقى طارئة ولازم يكون فيها على طول حلول فورية، فده كله بيتم على طول، وده طبعا هيساهم في خلق بيئة عمل صحية تشتغل فيها مع المبدع الاجتماعي وفريقه ومنظمته من أول مراحل التفكير لحد مرحلة التنفيذ على طول الفعلي لفكرته أو للفكرة المطروحة. وعشان نتعرف أكتر خلينا على المشروع ده، خلينا كده نروح مع بعض نشوف تقرير صغير قوي لمؤسستنا الجميلة منى زهدي ونرجع لكم مرة تانية. بخطوات ثابتة بدأ عمري يحقق أحلامه بعد صبر وانتظار كبير، خلاه يكون واحد من الفائزين اللي شاركوا بأفكارهم في تقديم مشروعاتهم الإبداعية في حفل مدرسة ابتكار خانة اللي بتعتبر أول مدرسة محلية للإبداع الاجتماعي في مصر والوطن العربي. فكرة مشروعي إن احنا بنشتغل على إعادة تدوير النفايات الصلبة ومحددين ثلاث أنواع بس كبداية، وهي الورق والبلاستيك والألمونيوم، وإحنا بنشتغل على الفرز من المنبع وبنقوم بالأول في عملية توعية بالفرز من المنبع ده عشان ناخد النفايات مفروزة، فيوفر عليا تكلفة ويوفر عليا وقت ومجهود، وأقدر إن أنا أوصل الكميات دي للمصانع بوقت أقل وتكلفة. عاملين برنامج اسمه برنامج بناء، بيشتغل على حوالي 12 برنامج تدريبي، وبعدها بننزلهم تدريبات عمليه، وبعدها بنأهلهم ونوظفهم في الشركات والمصانع داخل محافظه بني سويف. البرنامج بيستهدف فئه الشباب من عمر طبعا 21 سنه ل 35 سنه، بس احنا كنا بنستهدف حاجه مهمه جدا في هذه الفئه، الشباب اللي عنده فكر ابداعي او فكره مشروع قابله للتطبيق او فكره تكون مبتكره. الحفل الختامي للمدرسه بيقام بالتعاون بين وزاره التضامن ومؤسسه دروسوس، بالاضافه لحضور عدد كبير من الشخصيات العامه ورواد الاعمال الاجتماعيين وصناع التغيير في مصر لدعم جهود الدوله المصريه من خلال مبادره حياه كريمه للمساهمه في خلق بيئه عمل مزدهره. سعيده جدا ان يكون ابتكار خانه بيفتح الطريق للشباب، للرجال وللنساء وفي المناطق العشوائية في الريف في الحضر، إنه بيفتح المجال للشباب يجي بأفكار جديدة ويبتكر ويدرس الكلام دوت وبيدرسوه معاهم، بيعمل مشروع بيعود بأثر طيب على المجتمع وعلى البيئة وعلى الشخص نفسه وتطويره. لما الفكرة بتنجح بنكرر نفس المشروع في أماكن عديدة. إحنا مش بنمول شركات عادية، إحنا بنمول شركات اجتماعية، يعني شركة لازم تكون بتحل مشكلة في المجتمع. الفكرة كلها إن إحنا بندرب الشباب دول لمدة 6 أشهر ل 8 أشهر مبدئية على إزاي يعمل مشروع، إزاي يفكر، إزاي يبقى عنده تفكير تحليلي، إزاي يبقى عنده إدارة، إزاي يدير شغله، أكيد وبنعمل خطة عمل جيدة جدا جدا ومنفذة، يعني ما بيخرجش من عندنا من 8 أشهر دول غير لما يكون أوريدي نفذ. فعاليات الحفل تنوعت بين مشروعات عديدة وأفلام تسجيلية بتحتوي على أهم الإنجازات والأنشطة الخاصة بالفائزين لإتاحة الفرصة في تنفيذ مشروعاتهم من البداية للنهاية. مشروع الشراكة اللي بتقوم بيه مدرسة ابتكار خانة بالتعاون مع وزارة التضامن مش بس بيدعم الشباب في تنفيذ مشاريعهم الناجحة، لكن كمان بيهتم بكل مواهبهم الإبداعية للارتقاء بمستوى الخدمات في الدولة المصرية. منى زهدي، انتي اي تي سي.